ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. المقولة اللي كل مرة أقولها وأكررها، الطلب كينج بد، كينج بد، والرقدة وين؟ في ربع متر، وهذه طيحتن وحدة تحرى طيحت أبدا، واحد أبوي مضروب على راسه ولا احترق طول الليل، رقدتن وحدة على ينب على يوم برقدت وحدة طول الليل، ما ده لو بيستوي ليس والله يا ابوك، لو جرجع بيب معالي راسي، لو طبل ينقع دور ما دار حجرتي، والله يا ابوك ولا دريت ولا نشيت ولا انتبهت طول الليل، رقدت الوحدة، لا حلمت لا شفت حد وانا راقد، ولا سمعت قرقعه ولا صوت ولا اي حس، ما شيء حس، ما شيء. لجل ذلك تلقطها رقدت الوحدة، رقدت الوحدة، ها ندوكم بالله عليكم، رقدت الوحدة. سلام عليك يا دبي، سلام عليك يا ست البلادين، سلام عليك يا شيختن، سلام عليك يا عمتن، سلام عليك يا من أبهرتيهن، سلام عليك يا البركة، سلام عليك يا الشيخة، سلام عليك يا الإمبراطورة، سلام عليك يا سلطانة زمان، سلام عليك يا اللي ما حد شراتك في الدنيا العود، سلام عليك يا الغالية، يا رب الغالين، يا شيخة المشايخ، يا اللي ما حد شراتك في الكون، في الكون ما بلا في الدنيا، في الكون لا حد شاف بلاد هالدنيا، في هالدنيا العود هالنمونة ما استوى ولا بيستوي، ولا أظني حد يروم يسوي ليه سوي تدبي، أبهرت العالم، أبهرت العالم، أبهرت العالم، ولا البارحة عاد هي من بون هدبي، أبوي من بون هدبي، بلادنا الإمارات ما حد يروم لها، وسبحانك يا رب البارحة تجلت أبوي قدرة القادر، تجلت قدرة القادر بالتكاتف والتلاحم والتواصل والمعرفة والتكنولوجيا، أبهرت الكون بهالحدث العظيم إكسبو 2020، سبحان رب العالمين، إكسبو 2020، سبحان رب العالمين، سبحان من صور وسبحان من خلق وسبحان من وهب وسبحان من سخر هالأمة كلها، هالأمة كلها أمة لا إله إلا الله، تكاتفت وتيامعت وسوت هالإنجاز العظيم، هالإنجاز اللي ما استوى إنجاز، أبهر العالم بالتحدي الكبير اللي استوى البارحة. شفتوا بحياتكم شيء هالنمونة؟ منو ما صاح البارحة؟ منو ما قف شعر ينبه؟ منو ما دمعت عينه؟ منو ما قلبه حس يعني كأنك حاط في صدره قالب ثلج؟ منو البارحة ما حس هالإحساس؟ السائر والياي، الوافد، الغريب، البعيد، القريب، أثر الشاشات التلفزيون وأثر شاشات العرض في جميع مدن العالم، سبحانك يا رب. أقل ما يقال أنك تقول ألف من ذكر الله على محمد رسول الله، وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله على اللي صار واستوى البارحة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، أسطورة، حفل أسطوري كان، لا صار ولا استوى في الكون، ما بالله في الدنيا، في الكون لا صار ولا استوى، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا الله يا رب انك تحفظ هالدار ومسكن فيها. شيء طالت عماركم معلومة تجرجع في صدري وفي خاطري أخبركم عنها، يعني يمكن كان عمري 7 سنين لو 8، 7 لو 8 سنين، عقب حفلة أم كلثوم، عقب حفلة أم كلثوم أظني كان عمري 8 سنين، يوم حفلة أم كلثوم يوم تغني في أبوظبي أول مرة، عقبها بفترة استوت حريجة، حريجة في منطقة يسمونها بارهوز، بين بيتنا والحريجة ما يقارب أظني 2 كيلو، الحريجة صنادج، كانت صنادج وعرشان في هذه المنطقة، ما بالبيوت الشعبية لا، البيوت الصنادج اللي لين تذهب الشعبية تحولون اللي في الصنادج يتحولون فيها تذهب لهم بيوت، ها صنادج عبارة من بليوت وتشينك وصنادج، يعني صنادج تعرفون الصنادج، لو الصنادق كلنا نعرف الصندقة، ما أعرف شو مسمى في اللهجة العربية الفصحى، ما أعرف شو، لكن المهم صنادق يسمونها الأول، ما يعرف الصنادق ما يخص يدور للدار، صنادق صندقة، صندقة اسمها صندقة، حتى مكيفات فيهن، كنديشنات وكل شيء صنادق فيهن، ويوم ما زين للمطر بخبركم هاك الأيام، يوم يطيح ونحن عند حد من سكان الصنادق تسمع المطر
على التشينكو والسبستو ما زينه، بالاخص اللي مسقف صندقته بتشينكو تسمع صوت المطر غريب عجيب. لكن بنت الكنديشن دقيقه تغدي الدنيا وهي المراه طالت عماركم. انا احب امسكم عن موضوع سرت عن موضوع ثاني، ما بهذا موضوعنا. موضوعنا طالت عماركم في هذا الوقت شبت حريجه في بارهوز، شبت في حريجه في بارهوز. لكن اللي ابتدى في تطفئه الحريق قبل رجال الاطفاء منو ظنكم؟ جامعه وهل دائره المياه الخالديه البطين مدينه زايد فريج الفرجان كلها، الفرجان كلها تيامعت، ساروا يطفون الحريجه. حريجه لبقت بالصنادج كلها، ما شيء صندقه دون عن الثانيه، ما شيء صندقه عن دون عن الثاني. سووا لهم اجبارات وسووا في جيل يا رب ارحم دقيقتين يومين ثلاثه ذهب السكن وذهب كل شيء. تعاونت الناس كلها لاطفاء هذاك الحريق الهائل. كان حريق يعني استوت سما ابو ظبي كلها ظلمتهم وحده والسب هاك الحريج العود، حريج كبيره يسمونها حريجه بارهوز. يا معت امه لا اله الا الله طفي هايج الحريجه، حريجه كانت اقول لكم تزيق عقل اللي ما يزيق عقله، السما ابو ظبي داخل كلها قدت ظلمتهم وحده والسب الحريجه اللي في السبعينات كانت. المرات ما بهذا موضوعنا طالت اعماركم، موضوعنا حتى الاول يوم بيستوي عرس فازعوا الربع الشباب صاروا يحطبون والحرمات الحريم كلها انت يا معن في بيوت المعاريس اللي تنقي عيش اللي يدقن الحب اللي يعدلن اللي زينن اللي فرشن ها كلها فريج واحد. ها في الامارات كلها، في الامارات كلها هذا يوم بيستوي عرس، ها بيستوي عزاء تيامعة العرب كلها مع بعض، يوم بيستوي فرح، يوم بتستوي مناسبه، يوم بيستوي بعيني حد يبقى مستوي عليه أمر من أمور الدنيا. تيامعت أمة لا إله إلا الله سووا الحطية فازعوا وعانوا، كان حد ضعيف حد ما عنده شيء، حتى اللي بيصير العمره بيصير الحي هاك الأيام تيامعوا اللي وهدم عطوه من فضل الله، عطوه من عندهم صفطان بلية مني بدون معاير، عطوه من خطرهم العرب هاي حياتهم في الإمارات. الامارات هالنمون مستوت الدنيا بيتكاتف، حتى اللي بياخذ سياره قال عينوا وعطوه، اللي بيعطي 500 واللي بيعطي 100 واللي بيعطي 200 ويعطي 300 100 ربي كلني يعطي اللي بياخذ سياره. والله يا ابوكم يا اني ارمسكم كل هالكلام اللي اقول لكم يا حقائق، ما عليكم من كلام زيد وعبيد، خذوا الرمسه عندي انا. من استوت الدنيا العينيه والصاحب سعيد ينسند تكاتف هذا طارد عماركم، من استوت الدنيا اللي بيظهر من ابو ظبي وين يبي الفجيره؟ لا صاحب ولا صديق لا اخت ولا اخو ولا ابن عم، وصل الفجيره مليون ادمي من هالفجيره يتلقى من يشوف رقم سياره ابو ظبي، وكذلك من يشوف رقم سياره دبي، من يشوف رقم سياره اي اماره من الامارات، وكذلك اللي من الفجيره بيظهر ولا من عمان ولا من الشارجه ولا من دبي بيوصل ابو ظبي يترابعون وراها ابو ظبي. من يشوفون السيارة الغريب ولا من يشوفون الموتر غريب ولا آدمي غريب في مسيد ولا في سوق ولا في يا ضيف عند حد، كل من ربع يعزمه يبون شوفه يبون اللوادم. هذه بلادنا مستوت الدنيا تكاتف وتراحم وتواصل. اللي شفتوه البارحة هذا اللي شفتوه الحدث البارحي هذا أبوي ما حدث اللي استوى البارحة أسبوع 2020 تم الإعداد لمن سنين، من سنين يشتغلون ليل بنهار من جميع أنحاء الدولة، ما بلا راعي الإمارة الفلانية ولا براعي المنطقة الفلانية ولا ينسب لشخص ولا ينسب لفلان ولا ينسب لكل فرد ساهم فيه، لكل إنسان ساهم في إنجاحه، من متطوع من موظف من زيد ومن عبيد من عالي من مشرج من مغرب كلهم هذيل أبوي كلهم ساهموا. فلذلك حتى الشرطة البارحة حتى الشرطة سبحانك يا رب، شرطة دبي وشرطة أبو ظبي وشرطة الشارجة، شرطة يعني من جميع أنحاء الدولة، الشرطة الهلب المطافي هل المتطوعين الموظفين الكبار الصغار تكاتف من جميع أنحاء من جميع شرائح وفئات المجتمع من ذكور إناث كلن بمقدورة، الطلبة الموظفين الهيئات البنوك الوزارات الدوائر
الاتحادية والشبه اتحادية والوزارات الكبار والصغار، من شيخ ومن عشيري من ذكر، من أنت، حتى الشيخات، حتى بنات الشيوخ، حتى عيالهم، حتى الكبار، حتى الصغار، حتى ليش كلهم العالم تشتغل، كل هالعالم هذا الإنجاز اللي شفتوه البارحة تشتغل عليه أمة لا إله إلا الله من سنين سبحان الله إلى أن أصبح وشفتوه بالمنظر اللي أبهر الكون. هذا ما هي من فراغ، هذا هي من تكاتف، وشعب الإمارات متكاتف من خلجنا، من خلجنا، وحتى قبل الاتحاد، حتى قبل الاتحاد صداقة والمخوة إلى أن أصبح يا الاتحاد واستوى الترابط واستوت المخوة واستوت الأهلية واستوى النسب واستوت التجارة والتباد، هذا كله استوى، هذا كله استوى. البارحة كانت باكورة الإنتاج، البارحة يسمونه الفاينل، ها هذا الفاينل البارحة شفتوها، الخلاصة، الخلاصة هاي البارحة ظهرت، هذه هي الخلاصة البارحة ظهرت مرة الصفوة، هذه هي زبدة المحتوى، زبدة التعب، هذا كله ما يا بالراحة يا بالمخاسر، يا بالمخاسر لاحتواء هذا الحدث الكبير الكبير اللي بيستمر 6 شهور بلياليهم، 6 شهور جاي تنكم أكثر عن 192 دولة، 192 دولة، كل دولة بمعرضها، وكل معرض فيه من التكنولوجيا والأفكار بثقافاتهم بعلمهم وبخبرهم بدراستهم، معرض عالمي تحط ركابه كل 5 سنين في دولة. أول بادي كان في لندن قبل أكثر من 100 سنة، سبحانك يا رب، وأول مرة يستوي هالمعرض الدولي في دولة عربية، وين حين استوى؟ في الإمارات، بعد هالصبر هالسنين كلها تم اختيار هذه البلاد المبروكة، إمارات الخير، إمارات احتواء، كل مشاريع النجاح، وأول مرة يشارك هالكم الهائل أكثر عن 192 دولة بمعارضها، بابتكاراتها، بعلاجاتها، باختراعاتها، كل بيستوي هذا في هالدولة، والمدة 6 شهور، 6 شهور ما بيوم ولا بيومين، من أضخم المعارض اللي توجد في جنتي الكرة الأرضية. يا الله يا رب أنك تطرح البركة في كل من يساهم، يساهم في إنجاح هذا الحدث العالمي، حدث عالمي. يا سعد حظنا، يا سعد حظنا بهالحكومة، ويا سعد حظنا بهالإرادة، إرادة شعب، تكاتف شعب، ما صار ولا استوى، ما صار ولا استوى. منو تشاف حدث النمونة؟ منو تشاف حدث النمونة؟ أكثر ما يقارب 200 دولة، 200 دولة من جميع أقطار العالم، كل دولة بجناحها بتعرض لكم كل ما تشتهيه النفس، تكنولوجيا، تكنولوجيا ليه في الكون كلها هي تنكم، العلم، الطب، العلاج، العقار، الثقافة، الدراسة، الدين، كل هذا كله موجود أبوي في ساحة واحدة، أكبر حدث عالمي، تجمع عالمي. لذلك بتشوفون أمة لا إله إلا الله، هاي يوم يقول بتيكم طيور بلي مناجيب، هذه هي، أبشروا بهم الحين جايين كل هالعالم أبوي. ولا كان منو يو أبوي، لقطوا ترتيب، لقطوا تنسيق، لقطوا أبوي كل شيء جاهز قدامهم، يو يت 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 ملايين وبتي ملايين، لكن بيلقطون أبوي الدنيا قدامهم. تأسيس صح، تأسس أول بادي الإنسان، تأسس الإنسان وتهيئ الإنسان لاستقبال هذه الوفود وهذه العالم، الناس كلها بثقافاتها وبدراستها بعلمها وبخبرها، ماخذين المذهب يد من وراء يد، ماخذين العلم وكرم الضيافة والأخلاق واحترام الناس بجميع أطيافهم، بجميع معانيهم وسلكهم وعيشتهم، مثل ما يعيشون في بلادهم بيعيشون عندنا، ولهم عين فراش وعين الحاف ومرحبا بهم، بعد السماء علمة مرحبا بهم، مليار وليس في دار، مرحبا بهم من ضيفان، بيحلون في دار، دار الكرم، دار اليود، دار الإمارات، دار إمارات الفخر، إمارات العز، هذه الإمارات تحتوي وتحتضن السائر والياي، ويا مرحبا بهم من سارة ولين يو، لين يو، المولات قدامهم، المطاعم، الفنادق، الراحة، ليبال،
البرور المشاريع قدامهم كل سبل الراحة، قدامهم كل سبل الراحة. مثل ما تعرفون دارنا أبوي من الفجيرة لين كنتي عاصمة الخير أبوظبي كلها برها وبحرها، كلها بلد مضياف، بلد مضياف للساير والياي. ومرحبا من ساروا لين وصلوا، مرحبا بهم عد من سار ويع وعد من مشى وعد من طاف في البيت الحرام وعد من نش وقعد، يا مرحبا باللي يجي وليه ما بيع عليها الرب حافظ، ليه ما بيع عليها؟ منو يرومي اصلا؟ منو يرومي ماي؟ منو يرومي يقاوم هالدنيا كلها؟ منو يرومي يقاوم هالحدث، هالحدث العالمي؟ ما حد يروم ابوي، ما حد يروم، ما حد يروم. يلا بس عليكم عاده الاسبوع اللي خطف عطوني هذاك اللي فوق هذا، شو هذا حين هذا واحد اللي انا فيه، وهذا اللي فوق شويه ادنى عنه، واللي فوق ادنى عنه، واللي فوق ادنى عنه. انا الاسبوع اللي خطف عطوني ما بهذا، اللي فوقها هذا بلكونه تصغيرونه، الاسبوع هذا عطوني هذا بالبلكونه ليه تغني قليل، هذا البلكونه شو انت بلكونه مكبرها بيكوزيها ودنيا. اي بشيركم صلاح وصل سلوى، دقني تليفون تو وصل سلوى. ها شو بلكونه ما شاء الله، شو الاطلاله. شكرا اعمار، شكرا 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 ادرس داون تاون، شكرا ادرس داون تاون على هالكرم، شكرا على هالاختيار هالمنظر الجميل اللي اعطاه حق خالد الخالدي، بارك الله فيكم. جاكوزي ودنياها، سمعتوا تحيدون البارحة سوعي خطف هذا، هاي بلكونتي وبايج على اللي تحت وعالم وما ادري كيف كانوا هني ويتسبحون في هاك الحوض. بلاد والله تبارك الرحمن، بلاد ما شاء الله ما شاء الله. كان يبالها وادم، يبال قوم. هاي حجيرتي، هب حجيرة؟ لا والله إلا حجرة، هاي ما بحجيرة، حجرة. فرق بين الحجرة والحجيرة، لا والله حجرة، حجرة تغني قليل، ما بحجرة عادية بعدها. ما تطيح أبوي على سبريك، ولأنك أبوي مشاهد الدنيا كلها، ولأنها أبوي الدنيا كلها قدامك. هي والله هذاك الميل أسبع مقيل، هذا حماماته والدنيا، هذا ميلة سعد منقيب أحب اللجمة الدلة. هاي حجرة منهل بيني وبين باب ممر مكتب هناك وما أدري شو بعد، لو طلب بس أصور يوم أصلي ما أصلي إلا هالمكان، هاي مكاني. حين طالت عماركم حزة تلجيم الدلة، الماء وهذا في الغوري فاح، ما طبخ فاح، يوم هو يوصل إلى درجة ما قبل الغليان حطينا أبوي القهوة. أنا حطرت عماركم ثلاث فنايل، أنا داني القهوة غليظة ودانيها حمراء، ما داني القهوة رفيعة، لا كل إنسان حسب رغبته. فلذلك أنا أحط ثلاث فنايل من الفنايل الكبار، ما أحط فنيالين ولا فنيالين ونص، أحط فنايل ثلاثة من الفنايل الكبار معومات لين عينهم. شو السبب؟ أنا على حسب رغبتي، لأن القهوة هاي مسواي حقي أنا اللي هنا، كل إنسان حسب رغبته شو يعيبه يسوي. كل ما يعجب، كل بس ما يعجب الآخرين. أيوة الحين عطرت عمكم يا وقت الزعفران، فلازم إن الزعفران، أنا ما أحب الزعفران، أنا ما أحط شعرتين مثل ما يقولون العرب، والله شعرتين لا أنا ما أحط شعرتين، يعيبني الزعفران يوم كمية وافية، لأن الدلة لترين، الدلة اثنين لتر، لترين هاي الدلة لترين اللي تشوفونها. وهذا الزعفران اللي حطه أول بادي، ها أتشس انشس الزعفران، تشس الله رأس عدوان الله اللي ما يخافون من الله. إيه هبلة تشس، لازم بعد فيها هالنمونة رمزة، تشس الله عدوان، تشس الله رأس عدوان الله اللي ما يخافون من الله. وانت تشس الزعفران، هذا الزعفران تشس خلاصنا، تحط عليه عطال عماركم على حسب الرغبة. أنا المسمار أحط خمسة فصوص أو سبعة أو ثلاثة بس ما أكثر. القناد طالت عماركم أنا ما أكثر من القناد، القناد بس اللي هو الهيل خاشوقة واحدة، هذا كله ما ينحط على الضوء لا. كان دوما ردد وعيده أن هذه المنكهات اللي هي مطيبات اللي هي معطرات ما تنحط في الغور يوم هو يطبخ، لأن فائدة هذا وريحته كلها تخوز في الغليان، فلذلك نحط به بطن الدلة.
القهوة هي اللي تطبخ، فتم القهوة تطبخ من دقيقتين إلى 3 دقائق، تجلب تجلب وتجلب تجلب لين تصير وتقمش، من تصير وتقمش تسكرها وعنها تريولين تركد، وبخبركم الحين بتتمة القصة. فلذلك يقال قمشت القهوة. تقميشت القهوة ظهور الفقاعات اللي مثل القماش اللي مثل اللولو، هذه خلاص معناتها ذهبت القهوة، خلاص خلوها لين تركد، ما حطوا فيها لا الزعفران ولا القناد ولا المسمار، ما ينحط أي شيء فيها. عند هي رغبة ناس، ما يدانوا ناس يطبخونها، مش إنه غلط، لكن كتفكير فقط إنك أي شيء تحطه يطبخ، وهي مطيبات ومنكهات معطرات تخوز ريحته، لأن هذا ضوء وهذا عطر، ما يستوي قناد ومسمار ينطبخ. هذا في مخيلتي أنا، الناس اللي من غير يطبخون على هواهم، إن شاء الله يطبخون اللي يطبخون، لكن أنا أي شيء من هاي الأشياء أحطها في بطن الدلة وتري القهوة. القهوة من تصير تجلب الجلب الأولي والثاني وتصير وتقمش، طفينا عنها، خلينا هذين تصير وتركد، من تركد زليناها في الدلة. يقولوا ليش ما تحط مصفي؟ ما حط مصفي لأن أبوي الدلة تركد، من تركت الدلة خلاص ما تحتاج أنت المصفي. المشخلة هذه يحطونها متى؟ في وقت أنه يحتاجون أن القهوة ما يطيح الحثال داخل الحثالة، ما تطيح في بطن الدلة، ما بطيح لأنك أنت صبرت على القهوة وركدت. ها ها، لو ترز العود فيها ارتز من غلطها قهوتي. أنا أحب القهوة الغليظة أصلا، ما يعيبني القهوة البيضة المبحلقة، ما أحبها أنا ويمكن على حسب اللي ضراه، أنت شو ضريت على هواك. ما شاء الله، يقولون لترين عنب، هاي لترين، لترين ما شاء الله بطنها كم فيها، كم يشيل هاي الدلة، يقولون لترين، ما ظني لترين. على ما تشوفون كل شيء مرتب، تعدلها تمثت تزينها، على ما تشوفون ما كأن شيء لا صار ولا استوى، كل شيء رد مكانه، ردينا سامانا مكانه ورتقناه وعدلناه، ولين باكر ان شاء الله، ولين ولا لين دله العصر نلجم العصر دلتنا، بس الحمد لله الامور طيبه وكل زين فوق عن الزين. يا رب نجهويكم الحين عاد بعد. هذه طالت اعماركم قهوتي من اول ما اصبح، قهوه زعفرانيه المزعفره وصحيحات فراده، سحتين ثلاث اللي بازم اللي فنيال ساير وفنيال يا هاي، وما أقولكم قهوتي غليظة. أنا أحب القهوة، ما بالغضي الغليظة اللي مصبره المرة، لا، قهوة قهوة ما باسمها علقم، قهوة تنيرع العلقم، هذاك أبوي دوا شيء أبوي حتى الدبش ما تروم له هذاك من مرورته لكن القهوة قالوا مرة عادية، ما بمرة تقطع اليوف، ما تنيرع، ما تروم لها أنا أبوه، لا، القهوة أنا في مخيلتي هذه، وهي لوم اختلاف الأذواق لبارة السلع. كل إنسان قلت هالرمسة حسب ما حد يظهر لي ياكل لي كبدي. هاي طارت عماركم، اثنين عدنا، اثنين تمن في السيارة. اثنين في السيارة، فلذلك أبوي اثنين موجودات واثنين اللي في السيارة نسيناهن البارحة. فإن شاء الله حمنا ننزل الباركن، بنخبر هذا الرجال اللي تحت البلمن، بنقول له شايف فنايل يجيبهن. كم عاد فتشت حدين يصير يفتهم البلمن فنايل كابس، بنقول الكابس كابس عليهن أبوي سيفين ونخلة، كابس مهات سيفين، أو نصورهم بنقول شارات هاي بيت القطن أبويها، نصور التليفون بنقول لأبوي شارات هاي بيت القطن في السيارة بين السيتين، يجيبهن دخيل والديك ما بيقول لا. في هالأثناء طالت عماركم على الحين، عاد نحب ننزل تحت بنطالع بنتبهنا شويونا بنتريق، تقمقم على طرف اسبوعنا لان معزومين على الغداء في الشارجه. عازمني واحد من ربعي ما شفته اظني من سنه 90 ما تلاقيته وياه، ويوني البيت هو واحد رجل اعمال لبناني قبل 3 سنين، وعقب بعد من عقب 3 سنين ما تلاقيته وياه. الباحث دق لي تليفون قال لي ابو محمد اباك تتغدى عندي، قلت له ان شاء الله عيونك، حلفت عليه مليون يمين يا ما يسوي لا اللحم ولا الدجاج، ما يسوي الا السمك. قال ان شاء الله وهي اول بادي ما طاع، عقب تهندكت عليه مني ومنك وعقب وافق. فغداي ان شاء الله في الشارجه الساعه 2:30 اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله. المراد واللي اهم ما في الموضوع انه الرجال اللي عازمني دكتور الله يحفظه، عنده شهاده دكتوراه المراد،
ان الموضوع ان دوم يتصل بي كل فترة له رقم، كل فترة له رقم، ودق لي تليفون توعدت وياه من اول البارحة يوم الاربعاء ما خزنت الرقم، فهو يعد حتى النسخ، هو هالبيت يعدون حتى نسخي كم نسخ في السناب الوحدة هذا. فلذاك ابوي اخبره اقول لهم انا ترى غدائي ترى عندكم اليوم وانا جاي على الوعد، ما اتصلوا باليوم وانا ما دل بيتهم، والرقم امتسح ما امتسح صار في سلسلة الارقام للايفون يسجل رقمين 3 10 100 ما زاد عن ذلك امتسحن لو حتى يدور يوم يوم ولا يومين. فحين الرقم ابوي ضيعته وغداي ابوي ترى عندك يا راعي الشارجة، انت تعرف اني انا ادري انك تتابعني انت وفريجك، فلذلك انا على الوعد وان شاء الله ان غداي عندكم انت نصبكم في الشارجة. بالنسبه للي ضايفيني داد اخبركم انا انسان سناباتي ارتجاليه، كل هالرمسه اللي سمعتوها مساعه كلها ارتجاليه، ما حد ملاقنني ولا حد كاتب اللي في ورقه واقرا، لا انا هاي يسمونها الرمسه الارتجاليه، فيها خطا فيها صواب، خفوا من التركيز. وبالنسبه اللي يقولون انك يا ابو محمد ترمس وايد، هي نعم انا ارمس وايد، ارمس وايد، وين طالت عماركم؟ موتي اذا اني ما ارمس، شرات النسخ عندي الرمسه، فما يهون علي اتنفس بدون رمسه، هو النفس ظاهر ظاهر، فخلي وياه احرف ورمسه والناس تاخذ اللي تبا واللي ما تبا تودر، اظهر نسخ بدون رمسه. شايفيني امس واول امس وقبل شهر وشهرين وثلاثة لا يتضايقون مني، انا ابوي رمستي ارتجالي وايد ارمس، ولا يهون علي ارمس رمس اتنسخ اكسجين يظهر على الفاضي بدون احرف، حين الرمسه ما تبع زود تعب، حرك لسانك وانت تتنسخ ظهرت رمسه، بعد الرمسه يبالها قرقعه ما يبالها تفكير، الرمسه بس ترى تتنسخ، يوم بتتنسخ حرك لسانك ظهرت رمسه، الرمسة هذه عادة كده انت برمجنها في مخك، شو تبى تقول شو ما تبى تقول، هذا كل الموضوع. فحين اللي يرمس وايد واللي يرمس شوي ترى هو المول على النسخ، النفس هذا يوم تتنفس، الشهيق والزفير، الزفير والشهيق، فمتحرك لسانك تظهر الرمسة. فلذلك ابوي اقول للي توهم ضايفين يداد استحملوني، انا ابوي ما اروم ما ارمس، رمستي وايد، ولكن عالمي كبير انا، زراعه، اعلان، طبخ، نفخ، عادات، تقاليد، سفر، سيره، ييب، ما خليت بلاد في الكون ما سرت لها، وعندي قناه في اليوتيوب فيها جميع رحلاتي اللي من يوم استوى السناب شات كلها مخزنه، لا خليت طوكيو، لا خليت اسبانيا، لا خليت البرتقال، زائير، ناميبيا، مونيبيا، كلهن ابوي. المراد انه ان شاء الله ان شاء الله شيء سفره قريب وشيء طالت اعماركم بعد سير حق زنجبار وعلومه وايده، واليوم طالت اعماركم سيرتي الشارجه حي وحاي وبيع مسابيح، عندي اعلان يهم كل اسره، اعلان كبير من الاعلانات اللي اتريا مبرمجنه من قبل رمضان ثلاثة ايام لين اليوم، اليوم يا وقتهم امس كلمتهم قلت لهم انا ساير ذهبوا اعماركم، قالوا احنا جاهزين من قبل رمضان، قلت لهم توكلوا على الله ان شاء الله اني اليوم عندكم، ويتريوني اعلان تحتاجه كل الاسر. هذا انا ابوي، انا هذا خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي، هذا انا بشحم والحمه، هنا هذا انا هذا انا هذا انا هذا انا طلعت اعماركم، بنزل تحت يا اخي بيه العلبه مكبره، زين شو اسوي؟ بالسلط من اصبح لي نمس، ها يلا بنصير نتغير برد نرمس. كل هذا ابوي معتم اكرام اكرام، هم اكرام ونحن نستاهل، لا يتم ابوي عصير رمان ولا يتم شيء ولا شياته، يحافظ عليهم والله يا ابو كله وافي. Hello. Hello. How are you? Very well, sir. Thank you. Salah, he is coming now in the way. Yes, sure. Inshallah. I'm going to share with Salah. Yeah, I'm going to get to Salwa. 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 Inshallah, I'm going to get to Salwa. If Allah will give us the لا يتم ابوي جبن حلوم ولا جبن سلوم ولا جبن، كل الانواع يجيبون لنا اياها، حتى البيذام والبستق الفستق ولا كل هالدنيا. فضل فضل. Thank you
فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا الله يا رب أنك تدم علينا نعمة الأمن والأمان وراحة البال، تحافظ عيالنا عيال المسلمين يا رب العالمين من كل شر وضر، وقبل هذا كله قبل هذا كله تحفظ دارنا وتحفظ حكامها ومن سكن فيها ومحبينها وين ما كان. بشيركم عبد الله الصايغ اللي عازمني اليوم على الغداء، قلت لكم رقم امتسح عني، وصلاه الخبر اني انا اليوم ادور رقمه، قال لي اخوتي اخوانه اتصلوا به عطوه المعلومه، نشته وكلمني وطرش لي الرقم وطرش لي العنوان واللوكيشن، وان شاء الله اليوم غدائي عند الدكتور عبد الله الصايغ من شلبه، هو من شلبه الاساس، غير حاليا من الدير الشارجه وشلبه واحد، غير الاول هم من شلبه ولادته ونشأته كلها في كلبة، وتحولوا من عقب ما كمل دراسته وكون العائلة وعياله كبره، وهو بيني وبينه ظني سنتين، أنا أكبر عني بسنتين ولا هو أصغر عني بسنتين، هي والله نسيت عادة المرأة لما طالت عمارك وقدها اليوم عنده بنارس بنسولف وبنضحك وخلاف عندي تغطية في إيمان. إعلان اليوم طالت عماركم مثل ما قلت لكم بيكون في عمارة عجمان بين الشارجة وعيمان، شيء بسيط المسافة، وإن شاء الله بتكون تقية ممتعة، شيء مميز، شيء في حاجة كل منزل إماراتي. أقول لكم شيء من الأغاني، ويوم نصير مطاعم ولا نصير شرق ولا غرب ولا نيلس روحنا نسمعهن، لكن ما نعرف شو بعد الكلمات هاي، شو معنى قصيدهم، بس اللهم قنت فيروز اللهم احلى تغانيها زينها زين، شو معنى هالكلمات، شي هالغنية من الأغاني اللي لفتت انتباهي واللي حبيت أخبركم عنها. عهدير البسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعت حملاية عضيعت تنورين، اتذكرتك يا عليا واتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين. شو هدير البسطة؟ البسطة هي عندهم المادة الحافلة النقل، هدير لها صوت تحن وقر قر 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 وديزل وتخن، هدير البسطة احنا كنا طالعين، فهدير البسطة كانت نقلتنا من ضيعة حملاية لضيعة تنورين، ظاهرين من ضيعتهم يسمونها حملاية، وراكبين في الباص وين سايرين؟ تنورين ضيعة ثاني، هذا الفريد الفلاني يعني شرات اللي ظاهر والله من المشرف ساير البطين، هذه حارة وهذه حارة، أو هذا فريج وهذاك فريج. تذكر عليا ويخرب بيتك عليا وان عيونك شو حلوين، بيموت في عيون عليا غرب الله غرامة بيموت فيها، وطرت عليه يوم هو راكب الباص هذا اللي هو البوسطة، تذكرها وتذكر عيونها من كثر ما هي تعن عليه عيونها ويتذكرها ويتخيل عيونها، تم آزم يدعي عليها قال يخرب بيت عيونك عليا شو حلوين. وخلاف قال نحن كنا طالعين بهالشوب وفطسانين حر موت عليهم، واحد ياكل خس واحد عم ياكل تين، في واحد هو ومرته ولو شو بشعة مرته ماخذ حرمة ما تتشاهد عبرة العابرين، زين شو بشعة مرته، نيال ما أفضى بال يعني بالهم فاضي ومبسوطين. مكرو هذا الميكروباص هذا اللي يسمونه ميكروباص، هذا المكرو ما أفضى بال نيال ما أفضى بال ركاب تنورين، اللي سارين عادة عبرية ترى يحمل الباص يمشي ويحمل الباص يمشي ويحمل عبرية، ما بسارق انجيج حينه هو ما بهاين عليه يشوف هاي لاك الناس، واحد هو ما أفضى بال هاي ركاب تنورين يطيع عاد الرجال وحرمته، هاي لاك الرجال فنان واللي راعي القصيدة قال ما أبشع مرته حرمته مرة ما تتشاهد، والرجال فنان وما أروع بال، واحد عم بياكل خس وواحد عم بياكل تين، هي والله المراد يا يعني بيلكم طالت عمالكم. إعلان من نون أبوي عندها الأمور كلها، عندها أبوي اللي تشتهي الأنفس،
عندهم الخصومات وعندهم تخفيضات وعندهم للمناسبات للكبار والصغار للمدارس للجامعات للكليات لكل ما يحتاجه المنزل متطلبات الأسرة الخليجية والأجنبية والوافدة والمقيمة كل أبوي من أبليكيشن واحد من كنت هي أبليكيشن نون وبأحسن الأسعار شيء يسمونه نون يومي هذا من زمان موجود عندهم موجود في التطبيق عندهم نون يومي بين فترة والثانية يدخلون عليه ميزات حاليا نون يومي طالت أعماركم اللي هو اليومي يوم يقولون نون يومي نون اليومي هو متطلبات الحياة ومتطلبات الأسرة اليومية من أكل وشرب ولبس وحتى أكبر شيء حاليا حتى عناصر الجودة أو جودة البضاعة لها عامل أساسي عندهم في نون يومي مثلا أنا بخبركم الحين جيت أنت تبي طماط اخترت الطماط هذا تختار الطماط تختار من أي بلد تبي الطماط موجود عندك جميع أنواع الطماط بغيت من الإمارات بغيت من إيران بغيت من تركيا بغيت من إبليس من الشيطان وين تبي كل شيء موجود عندهم بألوان وأحجام وحاليا طارت أعماركم وجد بعد عندهم نوعية الجودة جودة الخضروات اللي بتطلبها موجود فنون تبارك الرحمن حاليا يوجد عندهم أشياء كثيرة حتى العصائر الطازج اللي اليوم بيومه الفريش الليمون بالنعناع والنعناع باللي ما أدري إيش قال وايد أشياء لا تعد ولا تحصى الفريش اليوم حتى ها شوفون صب نزل على تحت ها نيت للفراولة فراولة وكيوي كيو ما ادري شو يزر طيب هنبه لومي مع جريف روت كوكتيلات بن واحد كل شيء يخطر في بالك كله موجود عندهم ناهيك عن العروضات الاول سمعوا الاول انت يوم تدخل مكان قال والله يوجد العرض الفلاني على المسحوق الفلاني او البضاعه الفلانيه الحين من تدخل عندهم الابلكيشن مالهم موقع نو سمعوا يا من حضر عندك مثلا من الدق هذه الدق ما تلقط اكبر العروض من تدخل اكبر العروض عندك تلقط العروض الموجوده عندهم على كل شيء مثلا بدال هذاك الوحده بعشر حين الهنتين بعشر هذا الوحده بربيه بعدين الثلاث بربيه او بخمس دراهم الاربع بدال ما الوحده بخمس دراهم في اشياء كثيره وعديده يوميا تحصل العروض عند نون يومي من تخلص طالع عمرك من البقال وخدت اللي تبغاه وتشريت تدخل بوي الخيار الثاني خيار نون اجيك بوي العروض عروض اللي غير بعد عروضات ما توجف هبل بس على الخضار عندهم على الالكترونيات عندهم على تلفزيونات استشوارات كريمات باي شيء وان دخلت نون العادي بتلقط العروضات قدامك روحهم يوميا هذا عندهم من 40 ل 80 من 40 ل 80% عروضات وانت ساير تشوف الاشياء ليه في الدنيا كلها مكوده عندهم مريود رياض اي شيء يخطر في بالك موجود عندهم ومن 40 الى 80% ساعات اكسسوارات احذيه زليغات لبس شورتات لبس اللي تبغى كله عندهم بحياتكم انتم شفتوا باور بنك ب 55 درهم في الدنيا العود ماشي هالنمونة 55 درهم يا ابو قلوب عدم القوط في الرقعة ما بتحصلوا ب 55 ها شوفوا بالله عليكم تلفزيون ب 999 درهم طول عرض بلاد من كبرة كل اللي رمسنا عن هذا كله في يم في كفة وحين العلم حين بييكم في كفة أخرى ليش يقولون المصريين كل اللي فات حماده كل اللي فات حماده واللي جاي يبقى حماده تاني بنحط لكم كود الخصم مع خالد الخالدي ابو محمد له كود خصم بتلقطون اما تسر اما يصرخ طرقم اما ترضى بها عيونكم باللي تبونه كل مكود عندهم شيء تول يوم اقول لك التول يا هلا التول كل ابوي عدنون النون وما يعلمون كل علومهم علوم غانم وكل الأشياء اللي عندهم أشياء زينة الكود بنحطها لكم وطالعوا ادخلوا الفرجة بلاش ادخلوا وطمش يا مرسال المراسيل الضيعة القريبة خذ لي بدربك هالمنديل ودي لحبيبي بيت في آخر البيوت الدامع اللي
ما ادري ايش قايل، ادفر الباب وتفوت وصل له هديه. نسيته والله شيء عاده بعد هالمقال. اي والله زين، اقول لكم شفتوا زين بالله عليكم، شفتوا زين محشي شارات زين. اي ابو محمد عند الله علينا، هذا وانت الحين صاك عمرك 60 هالنمونه تبارك الرحمن، ما بالك انت يلوين. والله يا ابوكم اني امشي على الحصى ويطرقع، امشي على الحصى ويطرقع، ادج دج غير نمونه. الحمد لله رب العالمين، بعدني متماسك وفنان، اكل واشرب واسير ويعايش ويا العرب. هذا كله بوي رياضه واناس وفرح، لا غيبه ولا لوات، وحلال وصلاه وخوف من الله رب العالمين ييسر الامور. انا شارط عليهم ما بلا سمعت، شارط عليهم حالف عليهم من اليمين، لا خلوا ولا بقوا شيء. اللحوم عايزاني منك ما شاء الله عاده عن القدر، لا بد ولا عذر. جزاهم الله خير ومشكورين على حسن الضيافة. دكتور عبد الله الصايغ، هذا يا ابوك، هذا هو الغرام اليوم لك. نعم الغراءات لو تبي تيود عمرك ماشي فايدة. لما طالت عمرك ما يستوي حنين ورغاء، سمك ولحم، يا هذا يا هذاك. شرطت عليهم ان لا يسوون لحم، وشل مسوى لحم، لكن يا ابوك منو صك السمك؟ ما حد صك. اكو السمك ابوي مكانه، طحن ابوي في العيوش اللحوم. وهذا الرجال انا اللي عازمني، دكتور عبد الله الصايغ. هذا ابو يوسف صديق طفوله من يوم عمارنا على 14 و15 سنه ويا بعض، وما شفته سنين الله. عرس خذ 4 حريم، يا ابن الثلاث كلهن عيال، كل وحده ببيته وكرامته وحشيمته، وحين هذه الحرمه الرابعه اللي انا جاي في بيته. الله هاي شيك عيال وبعك؟ لا بعدني. الله يعطيك الذريه الصالحه. اللهم كم عندك من العيال بيوسف؟ 12. تبارك الرحمن. الحين اكبر احفاده 7 سنين. 7 ما شاء الله عليه. زبيدي بنته البكر ماخذينها من حلق قطر. احمد محمد زبيدي. اي يسوي بدر زبيدي عمها. بالضبط. عمها خبوها. أخبوها. وأمها هي عمها. عمريلة. بدر زو عمريلة. هي. واللي خلاهم يجون هيلاك من قطر ويأخذون من الشارجة أم المعرس. خالد. من هالقطر من هالشارجة. ماخذين أم المعرس من هالشارجة. ماخذينها من 40-45 سنة. صحيح صحيح. وياي بالعيال، ويوم الله رزقهم الولد يوزوه بنت خالته اللي هي أم عيال عبد الله. نعم. الأولى. نعم. هي الحين هاي رابع حرمة غرب اللهته. هي والله هاي رابع حرمة، ما أقول عنك شيء، هاي أمي مكسورة وتبرد. ايه والله رضينا بالبلا والبلا ما رضى ابنا. ايه والله يعني حينه صبرن عليه، هاي لك 3 صبرن عليه من يوم هو صغير لين كبر، وسوى البيزات وسوى البيوت، مشي ودرهن وخذ ابوي جديده. انا ما اشجع الموضوع هذا، لكن هاي نقمه تراها ما برحمه. وهو ما ادري ليش النمو، ليش شي سويت؟ عايش بوحده بالعكس الحمد لله. نصيب الحين انا مطلع، عيالي عايشين وانا عايش كل طريقه ويا عيالها والحمد لله. كل وحده من المطلقات ويا عيالها ببيتها. نعم الحمد لله. وانت روحك الحمد لله. ليش شي سويت؟ عايش عزوبه انا الحين اعتبر نفسي. شو السر في الموضوع؟ والله نصيب كله نصيب برزاق. يقول الدكتور عبد الله ان هذا كله رزق ونصيب. أنا ما أتوقع إن هاي نقمة يا أبوك. أنا أبو 3 كلهم ودارتن، وهاي الرابع حين الجديدة. الله يكون في عونها بنت العرب. ما تخبروا عنك إنك إنسان متزواج، ها؟ إحنا يا زين عندنا أنسابك. إيه عاد ما بروح أنا أصور مثلا حاتي يمكن حد عسكري ولا شيء، أنت ما في ينقموني. إيه ممنوع. الله المستعان. يا مرحبا والله لو تشوفون الصحن اللي بيده تو. أو إن ما ياكل صحن مع 4 أنفار لايم.
ما شاء الله. ها تحرى خاطر سونامي طرف هذا. لا تقولون ابوي ما شفتوا هذا، شوفوا ها تحرى يوم من ايام الحشر. شوف الله عليكم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ها يوم من ايام الحشر، تحرى من ايام الحشر. ها شوف تفرج طماشه، اتفرج اتفرج اللي ما شفت. شوف الحق، شوف وين الله حق الحق. شوف سبحانك يا رب. الله شوف الله عليهم. شوف العالم، شوف أمة لا إله إلا الله. هاي نقول لك تفر حصاة تجت الألف. ها شوف العالم. ها ووو اسم دبي. أي يا حي الحي يا حي الحي يا حي الحي. هاي يوم يقول لك يا المعيري يسعين الله تراك، القمر والنجوم تمشي وراك. هذا ابوي اللي هو ابو محمد عبد القادر تحراه معلس، واللون تشويتي يغني يا ليل. ما لبست من العام، من العام كان هذه العام ترى ما باللي داد. ها العام العاميات ما بعقهن وما يهونن علي كناديري عقهن. يداد ان شاء الله حدني عقلك كناديري. والله مالات العام مالات العام يبالهم ملح، يبالهم ثلاجه في كبت معلقات ونظاف. لبست ودي وديتين السنه عقهن شيء ما بطران. انا خاف من الله سبحانه وتعالى، لذلك لازم لادمي كل من خاف من الله واقتصد ومشى بما يرضي الله رب العالمين. يسر اموره ويرزقه ويكثر من خيره. وحين طالت اعماركم ما يبالي رمز، ما يبالي رمز. تعرفون شيء يتم عليه يا يبوي للشماطري، الشماطري 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 فوعه الشماطري. لا تدور ابوي غير فوعه مضرب وافي خامر الريح، من اروع ما يكون لك وللزمن. تروح به مده الفوحان تفوت تختازم مش اقل عن 3 ايام. ريح فنان. ها تكان رغب. روح ما شاء الله عليك ابو محمد، ما شاء الله ما شاء الله عليك. روحناك معرس، روحناك معرس يا رب العالمين. لا تدور ابوي شيخ غير فوعه الشماطري. تمشي وتعطعط، تمشي وتعطعط، العرب كلها تقول حافظ حافظ على هالريح وين جاي، حافظها من رياح من روايح الجنه. يا حافظ عليك ابو محمد. لا تدور غير فوعه الشماطري، الريح الخامر الاولي، الريح الفنان يونسك للرجال وللنساء. ما شيء شرات العطر في الدنيا العود. طلع المضربه كم يسوي ابوكم؟ مضربه كم يسوي المضرب؟ المضرب روحه تحفي، المضرب روحه تحفي ابوكم. الزين شوف الزين انتم، شوف الزين اليوم. ها شوف الالوان، شوف الدين، شوف الدل، شوف العدال، شوف غادي ما شاء الله عليها ابدا. ها لو الله شوي يخف من هالبطين انا بخير وسهاله. شوفوا عد شمطري طالت اعماركم، اخترناه بعنايه، اخترناه بعنايه اكثر عن 6-7 شهور. هي لبيس تركيز، هذا يوز هذا ما يوز، هذا بنزيد هذا بنخف هذا بنعدل وهذا. سنتين من قبل عقب وقت مزج الروايح اكثر عن 6 شهور ما يخط في يوم ما يبوا لي عينه. وانا كخ وتف وزين وما بزين عدل زيد لين وقفنا الى ثبات الريح وثبات الفوحان تفوتيخته لين متى تتم. طلع 3 ايام. فلذلك تنقينا من خامر الريح، الريح الاولي، العطورات القديمه الاوليه، خليط منها شيء فنان فوق عن الزين. انتم تحيدوني احد شيء مبعده استعمل شيء الا هو فوق عن الزين. زين ابوي ما تصلح لي الصوالح ولا يوز لي اي شيء، ما يعجبني الا الشيء الزين الفنان اللي ما شيء شراته. بحط لكم ابوي الرابط، واللي يبي يطلب يطلب. عطر فنان خنين من العطورات عبق الماضي، الريح على فكره رجالي نسائي يونيسكس، ريحته فنانه. وبنحط لكم الرابط وطالعوا اللي يبي يطلب، وسعره مناسب في متناول الجميع. قايل لكم انا طالت اعماركم اليوم، كانت عندي تغطيه في عمان وتاجلت ان شاء الله لين بكره. استوى لي ظرف ما رمت، اعتذرت منهم، اجلت موضوعهم الى بكره ان شاء الله. هذا اولا. ثانيا طالت اعماركم هبل الاعلان العطورات زين، والمكان اللي الحين ساير له هنا هذا ابوي اصل العطر اصل
الطيب، منبع الطيب ومنبع الكرم ومنبع الأناس ومنبع الخير ومنبع اليوسف، وتعبت عليه العرب سنين الله، واليوم طالت أعماركم تم افتتاحه، واليوم سايب طالت أعماركم. من أوصل أتعرفون الهست كله إن شاء الله. أولا بزنس باي، هذه محطة الخليج تجاري، هذه أول محطة من بعد من عقب اللي هي برج خليفة. هاي بعد شباب من خرفكان سايرين، الله يسلمكم، بعد سايرين هذا إلس الحق أرض الله إلس أنا إلس مويا هذا سايرين بوي بعد أكسبو، وهذا من هب تشوف اسمك توتو زين، وانت تولين تولين، وانت علي علي وتوتو، وهذا اخوك هذا تمنو وسامة توتو وعلي، انت علي هات عودك وغني لي، وانت يا ربي نسيت اسمها تولين تولين تولين، شو يعني تولين؟ وردة التوريد، وانت سامي الله يحفظهم ان شاء الله، مجمع بسطين علي قولي اي شيء، قولي خالد يا حبيب، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، الله يحفظهم ان شاء الله. هذا تعرفت عليهم في المترو، الوليد هذا ويا بني صغيرونه، هاي انتوا لي فوق ما طلعتكم لا تحاتون، هاي بني وصغيروني هاي تعرفت عليهم في الطاق، وهذا اللي وياهم بعدها مارو ما رفع التليفون لانه عدالهم ما مناكي هادو ها الله 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 ترى هينا قريب التصوير هو غرب الله تعدم بك اشوف رابلي وجهك اشوف وجهك هذا سامي سامي اسمه اسامه وسامي نفس الشيء ابوك اسامه ابوك سامي وانت اسامه وانا شو اسمي اشكر حنك بارك الله فيك المحطه القادمه اكسبو 2020 شيء يشرح خاطر يجيب السعادة الله يبوكم ما شاء الله قمض برج قمض برج رقم واحد إيه حافظ عليك أبو محمد أنت روحك 2020 الله يبوك أنت روحك 2020 ما شاء الله عليك طريق أبدا ها مكان سلس سريع زل زل ما شاء الله القطار لا اله الا الله شوف هذا القطار الثاني الحين مره بيننا وبين شعره حد سائر وحد جاي اي دعاة الرحمن الله يحفظكم بخبركم على اساميهم هالجماعه كلهم انت شو اسمك؟ اوركيد وهذه؟ تولين وانت؟ كادي اوركيد تولين يا ربي وهلا لو العيال سميتي هذا علي وهذاك سامي؟ وسامي زايد بعد وسامي زايد ما شاء الله عليك اي والله سامي انت وين نقيتي هلس انت سميتي البنات الله يبارك فيك بلغ فيهن ان شاء الله عرايس يا ربي يستر عليك وعليهم ما شاء الله على علي ربي وين علي علي هات عودك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا الله يا رب انك تحفظ علي علي قول هاي 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 قول هاي شرط صلاح صلاح هذا صديقك سلم عليك يعرف صلاح لا ما يشوف سنابك ما يعرف ما يعرف حق السناب ما يعرف عندنا الياس يعرف التيك توك ما نقول عنكم شيء يعرف التيك توك ما يعرف يتابع التيك توك يقول لك ما يتابع السناب ناق منهم ابدا يا خساره ابويا اسهمهم السناب يوم انت ما بتشترك وياهم بترتب ابويا اسهم التيك توك والسبع علاوي هي الله يحفظه ان شاء الله وطاعي ابوي هذا ابو هالخرفكان هذا واحد وهذا واحد هذا واحد هذا الغليظ اللي يالس واثنين هاك رفاع واتفين هذا غليلات شمنه من زود الشحوم والحوم وهاي لك ما شاء الله عليهم فنانين شالين عمارهم ولا هذا عيز اشك الله يحافظك ان شاء الله هذا يقول لك معلي وسنان معلي وسنان هذا نحلي فيه هذا معلي وهذاك سنان هذا واحد ساير وواحد جاي نحن وصلنا بقيادة طوفي أمي هذا بقيادة طوفوا شباب طوفوا هذا ها وصلنا أبوي ها عالم كل حيايه
هذا محطة القطار وصلناها ما شاء الله. فخامة اللي في الكون كلها في المحطة. من تنزل الحين هاي الدور سيد على يسارك دخلت بوي بوابة الإكسبو. كلها بوابات إلكترونية. يا سلام 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 يا دبي سلام سلام يا دار الأكرام سلام يا دبي سلام سلام يا دار الأكرام. نعم 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 أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد. ثم عاد أدور حين بطاقتي وين أنا يدخل في العقل أنك أنت ها أيوة أقولكم ها أنا ما أشوفهم ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء شرق وشيء غرب. ها هاي البوابة هذا وين الناس الحين تدخل. هذا المدخل الرئيسي نظام عالم وساير وياي وسير ونظافة المكان يلق 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 ما شاء الله. حد يرحب أبويا الموظفين رجال الأمن الشرطة السيكوريتي المتبرعين هب المتبرعين شل من هل اللي يروح من الوادم هذا يقول لحظة لحظة المتطوعين المتطوعين كل هالعرب أبوي شو ما شاء الله حد ساير وحد جاي. شو بقولكم حيا حيا صورت لكم طالت عماركم في الليل في النهار وحين هذا المنظر الليلي وهاي البوابات على ما تشوفون حد ساير وحد جاي. هذا وين التفتيش وين تحط الرقم وين الدنيا ها. مرة ما يبالك هلا فيديو هذا هذا اكسبو شو خد هاي مش اكسبو الحين تنيايات من الخور وخدتنها لهنا عندك هذا كله هذا شو راوي مدحت لنا هالمحل واشترينا هذا. هذا الزي ما تسوون الا الزي ما بعد انت شيخه انت عنده بتاخذ كل مال ملايم. الله يحفظكم بنات. شكرا. تسوي الاسلام زين شو يا ساعه ساعه راده ولابسه يا ربي هاي من بعض ما يا ربي ما زين الا ساعات. ما شاء الله تبارك الرحمن محطه المترو كيف عالم حد ساير وحد جاي. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. اي والله عجبه من عجائب الدنيا. منو قال ان هذا كله بيستوي منو قال ان هذا كله بيستوي. سبحانك يا رب. هذه ساحه الوصل وصلناها اللي امس كان فيها الافتتاح الرسمي وان شاء الله اذا رجع لنا الحيين بغطي لكم اليوم مع الجماعه اللي تبع المعرض تبع اكسبو من الجهات المعنيه. استغل معلومه وراح استغل خبر واستغل كل شيء واخبركم بالعلوم كلها اللي فيه افتتاح جناح الامارات اللي تم افتتاحه رسميا اليوم. طارق عماركم موجودين الحين عند قبه الوصل. قبه الوصل الله يحفظكم. خذي السياره بتلطمت زين. قبه الوصل قبه الوصل طارق عماركم تربط بين الثلاث الاماكن. اولا الاستدامه وثانيا الفرص وثالثا النقل. بين الفرص والاستدامه والتنقل ثلاث طرق. 182 يوم هذه العروض 182 يوم ابتداء من امس ضاح يوم الحين باجات 181 يوم على هالعروض ال 360 هاي من العروض اللي تجنن أكبر صالة توجد عليها بشاشة بروجكت على وجه الكرة الأرضية. هذه قبة الوصل. لا تقولوا ما حد قالكم. اللي ما يالبارح يجي اليوم يشوف العجب يشوف يجي باكر عقب شهر عندك ست شهور. هذا الوف مالي وحدة هنتين ثلاث وقدام وحدة هاي كلهن أبوي يشرح لي وأنا بوصلكم المعلومة اللي أنا ما أعرف أنا بيخبرني وأنا بخبركم عن ما يختص في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة البلد المضياف. الجناح مال دولة الإمارات هذا مش إلا جناح هذا شيء أيقونة أيقونة تجيب الفخر والعز لكل الدول الإسلامية والعربية ما بلا للإمارات لكل اللي تحب دولة الإمارات لكل محبين هالدولة هالمنظر الجميل. حاضر يعلم الرايد المكان يعج بالناس في حياة في حياة في عهدم في حركة سفرتي تعلقت سفرتي بعقمة كندورتها. أربى الله أولوية لمنو
للي حاجز عن طريق الابلكيشن الاولويه للي حاجز عن طريق الابلكيشن اللي بيجي بدون حجز ما بيستوي تاخير لكن تاخيره بيكون يعني بالدقائق لكن انت بدال ما تجلس تتريى دقيقتين وعشر وعشرين تدخل اونلاين وتحجز ابوي المكان اللي انت بتوصل بتتمشى المكان ترى طويل عريض. عليكم السلام مرحبا الورد مرحبا بك. المكان طويل عريض. العوائل ابوي جايين كلها اغلب الناس العوائل اللي موجوده في الدنيا العوده كلهم ابوي موجودين ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي ابوي عياله واللي دز صغاري على ما تشوف ما شاء الله كلنا ابوي يمشي عوائلهم بناتهم حريمهم كل الناس ابوي جايين. ما شيء مكان ما تصير لكن اللي اهم عن هذا وهذاك للي ماله بارد للي ماله بارد يحجز عن طريق الابلكيشن. من تدخل انت بالابلكيشن تعرف عمرك انت ترى في 15 كيلو من توقف اي مكان تشوف اقرب مكان لك اقرب جناح لك وتبي تزوره تحجز عن طريق الابلكيشن وانت دقيقه واحده المهم منك توصل. وشيء على فكره تذكره تقدر تاخذها قيمه يوم واحد تدخلك شهر كامل ويجي متى يوم واحد وحينه تذكرة اكتوبر يسموها تذكرة اكتوبر اكتوبر تيكت الاكتوبر تيكت هاي تاخذها اليوم جيمت. السلام عليكم. السلام كيف الاشحالك الله يسلمك. كيف انت؟ سلام عليك خالتي اشحالك الله يحفظك ما شاء الله. تغزلنا تغزل ولا سدو هذا؟ سدو ما شاء الله ما شاء الله. هاي خدمتك انت؟ هي نسوي الشيره. هاي شو حينه؟ هاي الشيره. كيف يعني الشيرة؟ نكشة على ال. ايوه هي هي هذا اللي شو حينه؟ الحين اول كانوا يسدون اللي هو السد اللي هو بيوت الشعار وحياة البيت تعرف يعني اول كيف قال الحريم بتاعنا هم يقطن حياة الارواح هنا. نعم. الحين ما يعني الحين استوى التطور. ايوه فنسوي نفس الشناط شالات. ما شاء الله ما شاء الله هذا منصوفه؟ اي زين زين بارك الله فيك شكرا جزيلا. طالت عماركم هاللي نحب نزوره اللي هو جناح الامارات يتكلم بتكوينته وبشكله عن الحلم والانجاز شو كان وشو بيكون. السلام عليكم. ما شاء الله شحالك الله يحفظك كيف انت؟ شحالك بنت العم؟ الله يرحم والديك يسلمك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحين ياسات هاي هاي يسمونهن الخدمه هاي اسمها سف. هذه الخدمة يسمها سف. سف عادة اللي بيتسف حصير اللي بتسف جفير ها؟ أحاول يسفون حصير. الله المستعان فيكم البركة إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله يحفظكم. وجفران وجفيف ومتشاب وسراري ها هاي حق السح مخاري مخرافة يعني دنيا مطرجة. الله ييسر أموركم. المنطقة اللي أنا فيها طالة أعماركم مستوحاة من منطقة الواحات. واحات اللي في الإمارات كلها قاف ونخيل وفلاي ومياه تيري صبح ومساء فلذلك صممت هذه المنطقة الخارجية من البيئة والحرارة والرطوبة فلذلك سميت منطقة الواحات. الواحات لأجله لأجل شعار هذا شعار القاف اللي هو شعار التسامح كان وما زال وبيتم دب الحياه شعار التسامح عند الناس الطيبه الناس الايواد. هذا اللي تشوفونه هذا مدخل الجناح جناح الامارات. جناح الامارات ومسواي على طريقه جناح طير. جناح طير شعار دوله الامارات في كل مكان من استوت الدنيا فصمم موقع ومعرض اللي يخص دوله الامارات على هيئه جناح طير. شوفوا متعدد الريش. سبحانك يا رب. تشوفون هذا الممر يسمونه الممر الشمالي. شوفوا طريقة التنسيق وطريقة الترتيب. لا تقولوا اللي شفتوا في أي مكان في الدنيا العودة هالترتيب الجميل وهالشياكة وهالأناقة. فقط تنفرد دولة الإمارات. تنفرد دولة الإمارات بهالأمور الطيبة الزينة الكلاس الرقي السلاسة القدر الترحيب في كل مكان وين ما تصير. كلنا يقول يا مرحبا وكلنا يقول بسهله ومرحبا باللي لفى واللي يا من سار لين يا اللي تشوفونها كل ريشه بريشته هذه هاي كل قوس من الاقواس هذه عباره ريشه. الريش هاي اللي تشوفونها طالت اعماركم هذيل يتبطلن. شوف القسم هذا اللي فوق في النهار يتبطلن في الليل يتسكرن
اوتوماتيكيا الواح من مالات الطاقه الشمسيه للاستدامه، يعني كل طاقه الكهرباء كلها من الشمس. معكم شيرة من شير البيئة الإماراتية اسمها الشيرة كف مريم، تطلع عناقيد خنابيل ورد لون بنفسجي، جميل جميل في منتهى الروعة، ما له رائحة إلا وقت الرطوبة تظهر له رائحة مثل ريحة عطل بنفسج، وريحته جميل جميل وخنينة. هذا أولا. ثانيا هاي شيرتين اللي أنا أحبهن وغيري الكثير يحبهن، اللي هي هذه كف مريم، والشيرة الثانية اللي هي الغاف اللي هي شعار التسامح. مبنى هذا طالة عماركم مطابق لمعايير الاستدامة اللي صممها طالة عماركم مصمم طالة عماركم اسباني اسمه سانتياغو. الاستمرارية والاستدامة ما تدوم الا بوجود الشمس والطاقة والهواء والماء، فهذا طالة عماركم الفلي ييري في نص هالمشروع الضخم عنوان الاستدامة. عمرها أكثر من 3000 سنة، وجدت في العين وتم تسجيلها في اليونسكو باسم دولة الإمارات. الذين اللي يسمعون بموضوع الاستدامة يتحرون شيء وايد صعب. موضوع الاستدامة هذا من استوت الدنيا، يعني الاعتماد على النفس. موضوع الاستدامة من ابتدى وليه يعود، يعني أصنع أزرع أكل هواي الطبيعي شمسي مطري ماي من بلادي من مكاني من أرضي، فلذلك تكون البيئة حياك الله، فتكون البيئة هي المساعدة حقي أنا، فلذلك سميت الاستدامة لأن دايم وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك رب العالمين أعطانا النور أعطانا الماء أعطانا الهواء، فهذه هي الأشياء الاستدامة اللي الإنسان يعتمد عليها، مش الاعتماد على البترول وبس. هذا نهج دولة الإمارات. فحياة الشيخ زايد أول اهتماماته كانت الماء الفلي، رمم وسووا اشتغلوا في الداوودي والعيني وكل فلاية لاصوهن وعدلوهن وزينوهن بالجبس وعدلوا العمدان وعدلوا الثقاب وعدلوا الشراية، كلها فكرة حياة زايد من هذاك الوقت لين هالوقت كل ساير على نهجه. جناح الإماراتي يوجد في طالة عماركم أكثر عن 6 لـ 7 أجنحة أقسام. الأقسام هذه طالة عماركم أولهم هذا هو اللي تشوفونه، صحراء الأحلام اللي هي جناح الأحلام جناح الحالمين، هذا المكان اللي نحن فيه، هذا اللي تشوفونه ترى كله تراب. هذا المدخل صحراء الحالمين. ليش صحراء الحالمين؟ ليش اختيرت الصحراء أنها تكون المدخل الرئيسي؟ الصحراء هي علمت الآباء والأجداد يدودنا وأبهاتنا، تعلموا الصبر والجلد من الصحراء، من التعب من المكده من الأسفار، كلها بوي من الصحراء. ما ياك التعب منه والدرب، لا تعلمت الناس وصبرت وكافحت وكدت على عيالها وصبروا على العطش وقل الهست والتعب والجلد، لذلك اطلعوا لعيال رجال رجال عيال رجال، لأنهم ضروا على البيئة الصحراوية. البيئة الصحراوية هذا اللي تشوفونه، الاعتراف لا بد منه. الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل اللي من الله، اللي الله غير من حال إلى حال. الصحراء موجودة، بالرغم وجود الصحاري توجد البحار، البحار وطرق الحرير من وإلى هالدار الطيبة، فلذلك طالت عماركم وجدت البوابات البحرية، بوابات المشترى والبيع والتبادل التجاري، فيأخذون من عندنا التمر ومشتقاته ويعطونا اللي الله كاتبنا من التبادل التجاري من الأخشاب والجندل
والباستيل والحبال وهبات الريح من عيوش ومن حب ومن قمح ومن كل أمور الدنيا مقابل التمر. أعطيناهم القماش، أعطيناهم اللولو، أعطيناهم خيرات البحار، أعطونا من علم، أعطونا من زيت زيتون، أعطونا من ثقافات من عندهم، أعطونا أغذية، أعطونا علاج، أعطونا خيراتهم وعطيناهم من خيراتنا. ما كنا نحن جهة بس تأخذ، لا، نحن جهة تعطي لكن بعد تأخذ بالمقابل. دوام الحال من المحال، اللي يتم مزدهر القماش واللولو ما الله كتب نصيب. استوت زراعة اللولو، فكثر اللولو وطاحت قيمته، تسكر باب القماش، تسكرت خيرات البحار من اللولو. لكن رب العالمين ما ينسى عباده، فتح لهم أبوي كنز كبير، فتح لهم كنز أكثر عن اللولو بمليارات المرات. رب العالمين ياخذ شيء ويعطي شيء، فأعطاهم البترول، وفوق البترول يتم هدية من رب السماوات والأرض. أعطاهم حاكم عادل، أعطاهم شيخ المشايخ، أعطاهم صفوة هل الدار، حياة الشيخ زايد رحمه الله عليه. فكرس خدمة وناتج هل بترول لصالح هذه هل الدار وهلها وناسها وعربها، وما بخل على الصاحب والصديج واليار والمحتاي والملهوف. فحياة زايد رحمه الله عليه ما يلس، هازم من مكان إلى آخر، من فريج لين الثاني، من مدينة لين أخرى، من قرية لين إمارة، لين رام، بحنكة وبصبر وبجلد أن يألف بين السبع الإمارات، وأقام الاتحاد. ومن هذاك الآن إلى هالآن الحمد لله الناس عايشة بخير وسلام وفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. يرجع الفضل أولاً لله سبحانه وتعالى، ومن ثم لحياة الشيخ زايد. بعد الممر هذا اللي تشوفونه ييك الصحن، هذا الصحن هذا اللي يشوفه بهالهيئة يتحرى صحن، هذا طالت عماركم عبارة عن سرود. كل من سرت وكثر الوزن وزادوا الناس على هذا المكان، زادت الألوان وزادت قوة الموسيقى اللي هي تراويك عظمة هالمكان وقوة الاتحاد. فلذلك هذه اللوحة تجسد الكثير، الوحدة هي طريق القوة والعز والمنعة والخير المشترك المغفور لحياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اللهم اغفر له وارحمه. اجتمعوا القادة واجتمعوا الحكام، فمن هذا المنطلق ابتدت حين بناء الأمة الإماراتية، بناء سبعة الإمارات، بناء سبع الإمارات. فلذلك ابتدت المسيرة بهذا الطريق. بدايته رحمة الله عليه اهتمامه في الإنسان، اهتمامه في الإنسان وفي صحة الإنسان وفي دراسته قبل الشيء كله. فلذلك رب العالمين جمع ما بينه وبين جميع حكام دولة الإمارات إمارة إمارة، فكان الكرم والطيب والاحترام المتبادل هذا نهجه. اهتمامه كلكم تعرفونه، اهتمام رحمة الله عليه في الزراعة، في الزراعة وبالأخص النخل، هوايته وحبه وشغفه في الزراعة، اهتم في تعمير الإنسان، دراسته وثقافته، ثم في صحته، وبعدين اهتم في كل ما يلزم الإنسان من أمور المعيشة، من أكل وشرب وثقافة وصحة وسكن. فهل تشوفون هالعالم كلها جاي تشوف نتاج الطريقة اللي مشى فيها تاريخ دولة الإمارات من البداية إلى أن أصبحت دولة الإمارات تحتضن هذا الحدث العالمي، تحتضن أكثر من 200 جنسية. الحين طالت عماركم ابتدت الدراسة وابتدت التعمير وابتدت التجارة وابتدت العلاج. فلذلك يت العالم كلها دولة الإمارات، يت ابتدى الاتحاد ويا الخير ويات النعمة، ابتدت الناس تتوافد. ليش ابتدت الناس تتوافد؟ مثل ما قلنا لكم من قبل، الإمارات بلد حاضن، حاضن للمجتمعات، حاضن لجميع الجنسيات، بلد التسامح، بلد المعرفة، بلد الناس كلها، ما فيها أجنبي ووافد ومواطن، الناس لها سواسية، كل ياخذ فرصته،
فلذلك كانت النصيب للإنسان اللي عنده حلم، اللي عنده حلم يبي يحققه، ما رام يحققه شرق ولا غرب، يا دولة الإمارات وحقق أحلامه، نفع واستنفع. المكان وين متيام العرب هذا، هذا كانت الرسومات وين أول ما ظهر الخير، ويت الناس متوافدت على دولة الإمارات. حاليا طارت عماركم الحين عقب ما يت الناس وين وصلوا البلاد، ويابوا أهلهم ويابوا عيالهم ويابوا عوائلهم وصدقانهم، ابتدت الدراسة وابتدى التطور وابتدى الخير، عمت النعمة ويت الأفكار ويت النوادي ويا العالم كله استوطن دولة الإمارات. كل اللي طاف في كفه يت العالم وسكنت وبنت، سوت الجامعات سوت الكليات ودرسوا ويابوا عيالهم ويابوا عوائلهم وتيسرت أمورهم ودخلوا وبنوا وعدلوا في بلادنا وبلادهم، ونفعوا واستنفعوا، خلصت الأمور. طافت الخمسين سنة، عقب الخمسين هذا ما يأخم حينه، حين طالت عماركم يدكم أمور السراب، عالم السراب، هذا حين العالم يسمونه عالم السراب. لوحة السراب شو تجسد؟ تجسد الماضي والحاضر، تجسد تشبثنا بالماضي، بيئة الصحراوية، بيئة أجدادنا، فهذه عيشتهم كانت وما زالت لين اليوم لين بكرة. ما حد يصبر عن شبة الضوء ولا عن بيت الشعر ولا عن الخيمة، ولا يصبرون أبويا عن السير واليي والمريحانة والحداوي والشلات، لكن ما يود الإنسان عن التكنولوجيا، ما يود الإنسان عن الزراعة الأفقية، ما يود الإنسان عن التطور، عن العلم، عن الازدهار، عن المستقبل الجميل، وعن العلاج، وعن عن أمور الدنيا كلها. فلذلك كانت الإمارات وما زالت بلد المستحيل، بلد اللي ما شيء يوقف في دربها، فلذلك سميت بلد اللي تطلعاتها ما حد يروم يلحق عليها، ما حد يروم يوصل مواصيلها. فلذلك وصلت الإمارات وابتدت من حيث وقف الآخرون، فلذلك استمرت وأبدعت من هاك الآن إلى هالآن بإبداع وتطور، والعالم كلها هاي جاي تشوف الإمارات شو كانت وشو أصبحت. عمار يا بلادي، الصور اللي تشوفونهن هاي كلها صور لعوائل أثرت في المجتمع الإماراتي من جميع الأطياف، فيهم من ساهم في زراعة بيته بالفواكه والخضار إلى أن أصبحت حياته كلها خضارة وسلطات ودنيا، مثل هذا الريال هني هذا في الإمارات. هذه بعد عائلة هندية بعد مغير فتحت مختبر، هذه عائلة مجسدين كل العوائل شو كانت وشو سووا وشو ما سووا وشو الأنجزة اللي أنجزوها. هذا اللي تشوفون فتح نادي، نادي للجالي مالت اللي هي للدراجات، وهي عائلة كلها في البترول من أول ما قبضوا البترول، فتحوا البترول ثلاثة أجيال. وهذه بعد أردنيين في الكوفيد، الكوفيد، وهي لك بعد وايد وايد الأشياء. نظرت أعماركم من هالباب، هذا الباب عبارة عن مسرح يحكي حكاية، يحكي حكاية وقصة لبنت اسمها عوشة. عوشة كانت بنية عاصرت ما قبل الاتحاد، من أيام الكتاب، أيام المطوعة، ومن ثم إلى أن أصبحت جدة، إلى أن أصبحت عندها أحفاد. العالم كلهم كل هالأمة جايين في هالسيلمة، هذا من ضمن البرنامج اللي في جناح الإمارات، باب تدخل منه يدخلك على قصة حياة عوشة منذ أن كانت طفلة إلى ما بعد قيام الاتحاد، إلى أن وصلت إلى عندها أحفاد وأحفادها عرسوا يا بين العيال. هذه عوشة أول ما استوت يوم هي طفلة. حتات العواوي لو اللي يلقطون اليهال. إيه. ضروري حضوركم المكان روعة
واللي أروع عنه طريقة سرد قصة عوشة من يوم كانت صغيرة لين غدت حرمة وعرست واتلقت حق أبوها مادين الغوص في سفرة الجفار فرحت. حياة زايد هايون يوه العرب البدوان تلقفوا له استقبلوا حياة زايد كان يجيهم في بيوتهم في كل مكانهم انشأ لهم المدارس قصة انشأت النوادي واحات النخيل هذه عوشة استوت يده يابت بنتها وين مقطوع سرها وين استوت وين تربت يابت بنتها ويابت احفادها وين مسقط راسها فيلم مدته 5 دقائق يعطيك قصه حياه انسان خطف عليه اكثر عن 70 سنه حياكم قصة جميلة رائعة مدتها 5 دقائق لكن تعطيك قصة حياة سرد قصة حياة كاملة الباب اللي دخلنا منه وكنا تحت هذا المسرح كله يشتل فوق في كبد السماء يظهرك على البوابة حين الثانية من حين نحن في الدور الأول كنا في الدور الأرضي حاليا في الدور الأول بيروينا كل الأمور اللي في الدور الأول من مكان إلى مكان آخر حين بنمشيك وبنرويكم شو لها الغريب واللي أغرب عن الخيال والله يا أبوكم ما واحد فينا حس بأن المسرح يرتفع من الدور الأرضي إلى الدور الأول ولا حتى درابة وحين طالت عماركم نظهر على القسم هذا قسم يغني يا ليل قسم يغني يا ليل جناح الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن تشوفون هالستاندات هاي اللي تشوفون اللوحات مثل الآيباد هاي كلهن أفكار أكثر من 18 شخص منهم الإماراتي ومنهم العالمي كلهم عندهم أفكار وجدت على هذه الأرض منها من تم تنفيذه ومنها من بانتظار الوقت المناسب لإنجاز فكرته شيء طبيعي الأفكار أفكار مثل الحلم كانت مثل الخيال فأصبحت ولله الحمد حقيقة ملموسة على أرض الواقع الإمارات كانت وما زالت بلد احتضان الأحلام واحتضان الأفكار الجميلة البناءة فلذلك بلد الاستثمار بلد الخير بلد العطاء بلد احتواء البشر أيا كانت جنسيته أيا كانت ملته أيا كانت بلاده وين تنته هذه كلها بوي دارهم دار الإمارات بلد الجميع وبلد الكل بلد الفرص أكثر الناس اللي تشوفونهم على مستوى الكرة الأرضية ابتدوا من هالدار ابتدأ ثروتهم ابتدأ عطائهم ابتدأ بزنسهم ابتدأ عملهم كلها اللي كانوا صغار وكبروا وتوسعوا ووصلوا إلى كل العالم لكن النواة وين انبذرت في هالدار المعطاء اللي رافقوني في هالجولة شكرا بنات شكرا كلكم من الخاطر شكرا لكل من ساهم بإنجاح هذه التغطية شكرا جزيلا بنات ما قصرتوا بارك الله فيكم Thank you. هذه عاد نهاية زيارة جناح الإمارات من تظهر سيد على قبة الوصل شوف العالم انت هناك لا إله إلا الله وللي يسألوني عن طريقة الوصول للإكسبو اللي بيسمع نصيحتي ليي إلا في المترو المترو لا غير شيء سيائر شيء وباركنات شيء والباركنات زين وكل شيء زين لا غير المترو أريح أتي عقك في شبد الحدث ما يحتاج يصير شرق ولا تصير غرب شوف الله عليكم وباكر فل اللي بيجي لازم يحجز قبل الحشر بعشر ت...
فندق مطاعمه بغرفه بسويتاته باجنحته باشياء كلها فل. شو السبب؟ فل لان اللي كل اللي اغلبيه السكان حاليا اللي عندهم صفقات واللي عندهم على فكره الاجنحه كلها فتحت. انا اتحرى بس الا جناحين ثلاثه اول الايام ترى كل هالاجنحه فاتحه. هذا الفندق دارك عمار اكسبو 2020 روم. هذا لما تشوفونها ما في الحاضر مدح ما شاء الله. فندق يغني يا ليل، فندق يغني يا ليل، ما شاء الله تبارك الرحمن، فندق يغني يا ليل. فندق طالت عماركم في اول ما تدخل عليك اليسار غرفه كبيره طويله عريضه عباره عن شوروم لفنانين عالميين واماراتيين. لكن اللي يميز الشوروم هذا طالت عماركم انه كل الاشياء اللي فيه حتى العالميه، الاشياء العالميه اللي فيه هذه طالت عماركم صناعه اماراتيه، صنعه في الامارات علما بانها عالميه، مصممين عالميين لكن صنع في الإمارات، اختاروا من الإمارات مواقع لصناعتهم اليدوية الهاند ميد أو للزخرفة أو للرسم أو للأشياء اللي أنتم تشوفونها هذه، هاي كلها صناعة عالمية، صناع مصممين عالميين لكن وين مصنوع بضاعتهم؟ فقط في دولة الإمارات. وعمار عمار 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 يا داري من تدخل تشوف التصميمات وطريقة النحت وطريقة التركيب، هاي كلها شو قدامك تشوف الصناع والمهرة والمصممين والديزاينرية من وين جايين وطريقة عرضهم لمنتجاتهم، أشياء جميلة، أشياء مستحيل تلقطها في أي مكان ثاني. فندق روف طارت عماركم فندق لإعمار ثلاث نجوم، لكن إذا تشوفه من داخل تقول هذا فور أند هاف، هي فور اند هاف تقول اربع نجوم ونص، لان الستاندر مال الاعمار كل ابوي من ثلاث نجوم وفوق، فتلقى الروح ماله والخدمات اللي يقدمونها كلها خدمات خمس نجوم وما فوق. فلذلك عمار يا اعمار حتى لو ثري ستار يتراوى لك كانك جالس مكان فايف ستار. فندق شرح طويل عريض فنان فنان مطاعم ودنياه، لكن فل دنيا ابوي ممزور، ها نيته للمطاعم نيته لكل مكان. هذا ابوي ما اقول لكم ستاندرهم عالي، ستاندرهم معمار كله عالي، كلها بضايعهم من اجبانهم من السويتات من مأكولات اللي عندها كلها اشياء راقي وفنانه، ما تلقط العادي عندهم، العادي ما تلقطه. عمار يا اعمار عماركم. نحن يوم جينا الفندق عزمتنا هالبنيه اسمها دينا الصايج. دينا اول شيء عليكم السلام، خبرينا انت منو وشو الكلام اللي بتقولين عن كل شغلك كامل وباختصار وبايجاز. اولا انت منو؟ يلا السلام عليكم، انا دينا الصايج، اي ليد ذا اول بادي كل بالعربي. حاضر. انا مسؤوله عن العلاقات مع المؤثرين التواصل الاجتماعي باكسبو 2020. نعم. صار لي مع اكسبو بحدود الاربع اشهر. نعم. وان شاء الله يعني احنا هون عشان نفرجي العالم شو هو اكسبو وشو الاشياء اللي بتقدروا تعملوها باكسبو وتفرجوها للعالم اللي عندكم ان شاء الله. انت في اي مجال وظيفتك في يعني تبع شو يوم تقول في حينه اكسبو شو يعني؟ انا بالماركتينج. نعم. وكمان العلاقات العامه. نعم. وبيسكلي هي يعني التواصل مع المؤثرين التواصل الاجتماعي. بستعين بدينا لجل انها تفهمني، تفهمني انا وتفهمكم انتم شو اللي ناطني انا ابو قرون، تفهمني انا وتفهمكم انتم عن محتوى الأجنحة اللي موجودة والمعارض وشو من الساعة كم لين الساعة كم وكيف الوصول. شوفي خبرينا بكل ما قل ودل. حاضر. باختصار وطريقة سلسة ومضبوطة ورقم واحد تكون. أول شيء إكسبو 2020 فيه 192 بافيليون أو جناح. السلام. دولة. هي يلا تعال تعال حق عادة صبري عتريي يلا. وين يلا وين تليفونك عاد تبى تصورون؟ نصور. شو اسمك انت؟ سيف. وانت؟ مريم. انت يعني ثمنية؟ والله دراني.
حبيبتي. يلا مريم وسيف عيال منو؟ الكلباني. مريم وسيف عيال منى الكلباني. مها؟ منى. لا ابوكم شو اسمه؟ ابراهيم. ابراهيم الكلباني. لا ابراهيم هناي. ابراهيم ابوكم هنائي وامكم الكلابنه. مرحبا بكم سهلا. من دبي من ابو ظبي من العين من وين؟ قالوا اسم امهم. يدتهم انت؟ ما اقول عن شيء كانك اللي اخذتهم. ما والله ها ما ايه انا بخير الله يسلمك. يلا صبر عاد عيستني. هلا 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 اشكر فنك. يلا باي مريومة. ها طول وقع شوي حبيبي. الله يبلغ فيهم ان شاء الله. عرسان يبلغ يبلغ حليل هم خيرهم. صايد فيك تكفي هلا ماشي. يلا سو اكسبو دبي 2020 هو عباره عن حدث عالمي بيصير من سنه 1851 وهاي لاول مره رح يصير بالمنطقه هاي والوطن العربي. نعم. وهذا فخر كبير لنا كلياتنا بهاي المنطقه. هذا الحدث بضم 192 جناح لدول متعدده وهي اول مره بيكون في عنا الرقم هذا. الرقم هذا اول شيء وثاني شيء جناح لكل دوله. أيوة. مساحة المحل أو مساحة الإيفنت. نعم. هي عبارة يعني عن تقريبا مرتين مساحة موناكو. الله أكبر ما شاء الله. تخيل قديه بدك وقت لتقدر تشوف كل دينا. دينا الصايد 192 معرض دولة. هل 192 دولة حاليا هاي فتحن أبوابهن معارضة؟ تقريبا نعم. كم بالمية؟ يعني 90% فاتحين حتى أكثر. والله والله العظيم. والناس الحين تقدر تدخل. شو المعروضات في كل معرض؟ يوم يقولون والله ها معرض مثلا للبريطاني وهاي معرض الإيطالي أو المعرض الفلاني شو موجود؟ هلأ في المبنى هذا. هلا اكسبو عالميا وتاريخيا هو عباره عن حدث بيصير وكل البلدان بيعرضوا اخر انتاجاتهم من تكنولوجيا من انتاجات جديده. ما الاكسبو بدبي لا يختلف عن اي من الاكسبوهات اللي صاروا زمان. نعم. فكل دوله مشاركه راح تعرض الليتست انفنشن. ترجميها بالعربي لو سمحتي. اخر الاختراعات والانتاجات تبعون الدول المشاركه. انزين وبعد بس في شغله بحب اوصلها لكل المتابعين تبعونك ولحضرتك. نعم. اللي هي واحده من الاهم الاشياء اللي لازم تشوفوها باكسبو هي الثلاث بافيليونز او الـ 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 الاجنحه اللي مستلمينها اكسبو اللي هم جناح اوبورتونيتي فرص الموبيليتي والسستينابيليتي. كل هذا ردي عندي من يد جديد بالعربي. الاوبورتونيتي هي الفرص، السستينابيليتي هي استدامه. والموبيليتي هي النقل. النقل تنقل. هي هي ثلاث المحاور. يس. هدول اجباري الواحد يشوفهم لانه عن جد اللي راح تشوفوه سبيشلي بالتنقل يعني بجنن. ناس وايد تتوقع ان بتي اكسبو بتقدر تسوي شوبينج تقدر تشتري شيء. شو تقدر الناس اللي بيجي بتيج عائله بتي بي ريال وحرمته وعياله وهنتين من العمال اللي عنده شو يقدرون يسوون؟ في عنا اكسبو شوبس. فيهم كل المنتجات يلي عملت او كل البراندز يلي عملت اشياء متخصصه لاكسبو من تي شيرت للباسبورت واللي هي شيء اساسي لازم تعملوه وتجيبوه وفي عندك الكوبس او الفناجين وكل يعني لا قصدي المعارض. المعرض مثلا الروسي المعرض الايطالي شو في اخذ من عندهم؟ ما في شيء. كلياتهم عندهم. ممكن يكون في عند البعض بس مش كلياتهم. ما في شيء مبيعات يعني؟ لا. ايوه في العديد من الاسر تتوقع ان في اماكن شوبينج مشتريات بيسوون مشتريات هالشيء مش موجود. هذا مكان
للتكنولوجيا، للأفكار، للاختراعات، كل جديد يوجد في العالم موجود هنا، من صناعات، من طريقة تغذية، من علاجات، من اختراعات، من مظبوط. بس انت قاعد عم تحكي عن أجنحة الدول نفسها إذا فيها إشي بينباع أو لا. ولكن خارج نطاق الأجنحة في عندك مناطق عديدة ممكن يكون فيها شوبس صغيرة بتبيع إشياء مختلفة، بس يعني أشياء كتيرة، مش شرط شغلة واحدة يعني أو مثلا منتج معين. نعم. وفي كمان شغلة غير إنه إكسبو بس للتكنولوجيا، لكل هاي الأشياء إكسبو في بارت منه كبير اللي هو مثلا الإيفنتس اللي رح تصير بإكسبو. بإكسبو في 60 إيفنت يومي، إيفنتس مثل حدث فعالية، 60 فعالية يومياً في إكسبو. يعني على مرور 6 شهور كم فعالية؟ كثير. إيوه. يعني وكل بلد لها فعاليات تروحها؟ في نعم. بس في كمان إن جنرال إذا بتمشي بشوارع إكسبو في فعاليات وإنت ماشي، من رقصات لغنى لأشياء جديدة وابتكارات بتشوفها. شو اسمك؟ نسيت اسمك. دينا. دينا. أقول دينا مثلاً من هال192 دولة أكيد راح يكون في شيء منها عندنا، عيد الاستقلال أو عيد الاتحاد أو عيد ال، فأكيد راح يكون في كله بإكسبو إحنا راح نحتفل فيه. سبحان الله. كل الأعياد الوطنية، كل الاحتفالات اللي بتخص الدول كلياتها بنحتفل فيها بإكسبو. أكيد العالم بعد كل هالمشي الطويل بإكسبو الواحد بيكون جوعان وبده يتعشى او يتغدى حسب اي ساعة انتو بتيجوا. وعلى هذا الموضوع احنا بنفتح من الساعة 10 الصبح للساعة 2 بالليل على عطلة نهاية الاسبوع، وايام الاسبوع بنفتح من الساعة 10 الصبح للساعة 12 بالليل. اما بالنسبة لموضوع الاكل، احنا عنا 200 تجربة او كيف بدي احكي لك، أكل، أنواع أكل أو كوزينز أو إكسبيرينس، ثقافات. نعم. فيعني إذا بتاكلوا وجبة كل يوم لسه ما بتخلصوا، تخلصوا كل الإكسبيرينسز اللي عندنا من جميع الدول المشاركة. في مطاعم أول مرة بتكون موجودة من جميع أنحاء العالم بإكسبيرينس، مثل الأفريكان دايننج هول اللي فتحت جديد. هاي أول أفريكان دايننج هول بالعالم. بالعربي الله يرحم والديك. هي مكتوبة بالإنجليزي. المأكولات الأفريقية. زي ساحة المأكولات الأفريقية. يعني هاي أول مرة بالعالم رح تكون بدبي. نعم. بإكسبو 2020. يعني أنا كل الحكي اللي حكيته هي أشياء عامة عن إكسبو، معلومات عامة يعني كل الناس يعرفونها عن إكسبو 2020 دبي. نعم. أنا بنصحكم كلياتكم عشان تعرفوا عن جد شو إكسبو، عشان تقدروا تعيشوا التجربة صح. نعم. لازم تشرفونا وتيجوا as soon as possible. وغير اللي يبقى معلومات عامة قبل ما يوصل إكسبو، ثقافة عامة كيف وين يروح؟ www.expo2020dubai.com في كل المعلومات، وفي كمان بتقدر تنزلوا التطبيق تبع إكسبو 2020 دبي موجود على أبل ستور وعلى بلاي ستور. أي معلومة بيلقونها؟ كل المعلومات اللي ممكن الواحد يطلبها موجودة على الويب سايت وعلى الابليكيشن على التطبيق. شكرا دينا.